خلوني اروح للسوبر اب المصري الشهير ماي ام تي ار اي. انا عندي السوبر اب ده من ساعه ما نزل. اختيار سوبر اب مصري وهو التطبيق التفاعلي اللي انشاه وصممه واشتغل عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ماي ام تي ار اي كافضل او كواحد من افضل 5 مشروعات في هذا الإطار على مستوى العالم وتحديدا في مجال الحوكمة الرقمية. معانا على التليفون المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أتذكر جيدا المكالمة اللي تمت ما بيننا وقال لي فيها على ماي ان تي ار اي نزلت التطبيق وهو بيكلمني. أهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف واهلا بالساده المشاهدين، وانا سعيد جدا جدا بالمداخله مع حضرتك لان دايما بتحمل يعني اخبار سعيده للمشاهدين دايما، يعني اخبار سعيده بتديها لنا يا دكتور باشمهندس دايما. الله يخليك يا فندم. فرحنا باختيار ماي ان تي ار اي كواحد من افضل 5 تطبيقات على مستوى العالم في مجال الحوكمه الرقميه. تمام يا فندم. هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اخر سنتين اشتغل على اكثر من محور. المحور الاولاني اللي هو تطوير الخدمات وتنوعها، المحور الثاني اللي كنت اتكلمت مع حضرتك في اكثر من مداخله اللي هي استراتيجيه حقوق المستخدمين، والمحور الثالث اللي بنتكلم عليه النهارده اللي هو المسار الدولي. المسار الدولي ده الحمد لله يعني بفضل ربنا خلال السنتين الاخيرين خدنا اكثر من مركز او مؤشر على مستوى العالم، يعني مثلا احد المؤشرات التابعه للاتحاد الدولي للاتصالات احنا خدنا المركز 41 على مستوى العالم في مؤشر الاداء التنظيم الاتصالات ده وفقا ليا فندم للاتحاد الدولي للاتصالات. الحاجه الثانيه والمركز الدولي اللي احنا خدناه برضو خلال السنتين اللي فاتوا او السنه اللي فاتت تحديدا خدنا المركز 36 على مستوى العالم في مؤشر القواعد التنظيميه للمحافظ الالكترونيه. مهم جدا المؤشرات الدوليه دي اللي بتحدد وبتؤدي ان احنا شغالين على المسار الصحيح. النهارده الحمد لله زي ما حضرتك قلت النهارده ماي ان تي ار اي اللي انا عملت مداخله مع حضرتك فيه وكنت دايما بقول لحضرتك عايزين راي حضرتك، النهارده في شهاده نجاح حصلت على المستوى الدولي ان ده اتاخد كافضل او من افضل 5 مشاريع على مستوى العالم في مجال الحكومه الرقميه. ده مين اللي طلع المؤشر ده يا فندم؟ الاي تي يو او الاتحاد الدولي للاتصالات في المنتدى القمه العالميه النهارده اللي مجتمع وده اللي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات. من ضمن كام مشروع كانوا متقدمين يا فندم 966 مشروع على مستوى العالم. دي شهاده نجاح للتطبيق. وعايز اقول لحضرتك كمان ان عدد المشتركين النهارده اللي في التطبيق ده تجاوز خلال الفتره القصيره الفتره اللي فاتت بنتكلم على 2 مليون و300 الف ده على المستوى المحلي. ده يدل ان ازاي التطبيق ده سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي ناجح بنسبه كبيره جدا يا فندم. طيب باشمهندس سؤال سريع يبدو شويتين غريب لكن ما فيش حاجه تغرب عليك ولا تصعب عليك، يعني في اطار القياس من 1 لـ10 اقدر اقول انه مصر ماشيه في اطار الحوكمه الرقميه بانهي سرعه وبانهي جوده وبانهي كفاءه؟ قيس من 1 لـ10 ناخد كام؟ لا يا فندم احنا معديين تقريبا نقول مثلا 9.5، يعني احنا طبعا يا فندم. لا انا بقول لحضرتك احنا بنتكلم على من على مستوى العالم من افضل مشاريع تمت في الفتره الاخيره، بنتكلم من 966 5، يعني تقريبا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك 95%، وبالتالي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه يا فندم التطبيق ده مهم وليه على اولا ليه المستخدمين بيستخدموه؟ وصلنا عندنا 2 مليون او حتى على المستوى الدولي. التطبيق ده فندم فيه خدمات تفاعليه، يعني النهارده من التطبيق ده نقدر نقول ايه مثلا؟ العميل النهارده اللي عايز يختار اي شركه من الشركات محتاج يعرف حاجتين مهمين جدا، افضل تسعير وافضل جوده للمنطقه لاي خدمه بيقدر عن طريق التطبيق ده يشوف المكان اللي هو قاعد فيه ويعرف احسن جوده، احسن شركه بتقدم احسن جوده في المكان اللي فيه، ويقدر يعرف احسن باقه واحسن سعر يقدر يستخدمه. حلو. حاجه مهمه ثانيه كمان في الابلكيشن ده او التطبيق ده مهمه جدا، انا بالرقم القومي بتاعي بعرف، كنا الاول ما دخلت مع حضرتك مداخله كنا بنعرف عدد الخطوط اللي مسجله بالرقم القومي، لا دلوقتي طورنا كمان التطبيق خلينا نعرف كل الارقام اللي مسجله ليك على كافه الشركات، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه اللي احنا طورناها مؤخرا ونزلناها خلال 2 3 أسبوع اللي فاتوا المحافظ الالكترونيه. كان بيتفتح لي محافظ او انا كنت نفسي اعرف المحافظ اللي مسجله على رقم البطاقه القومي بتاعي او رقم المحمول بتاعي، النهارده عن طريق التطبيق ادخل الرقم القومي بتاعي يقول لي كل المحافظ الالكترونيه المسجله ليا
سواء لدى شركات المحمول او للبنوك، وممكن الغي اي محفظه، لان زي ما حضرتك عارف ان الرقم القومي بتاعي ليه حد اقصى 3 محافظ، فلو عايز افتح محفظه جديده لازم اشوف المحافظ اللي عندي واختار محفظه من المحافظ لو انا عديت لحد الارض. انا قصدي كميه الخدمات التفاعليه، عدد الافرع الموجوده ممكن اعرفها من التطبيق، لو عايز اقدم شكوى من التطبيق واتابعها كمان، لو انا مقدم على نقل من شركه لشركه وعايز اتتبع الخدمه او الطلب بتاعي واصل فين اقدر اتتبعه من التطبيق. قصدي كميه التوعيه، في حاجات كتيره جدا توعيه للمواطن وحقوقه، ودي دايما حضرتك كنت دايما تطالبنا فيها ان احنا عايزين نعمل توعيه للمواطن في الحقوق، في الخدمات، في التسجيل، في التعريفه. تطبيق مميز جدا، يعني اقول لكافه المستخدمين اللي ما دخلوش عليه لو سمحت خشوا عليه، في معلومات تهمك كتيره جدا، ودي يمكن شهاده دوليه بتتكلم على التطبيق ده والخدمات الفيه. صحيح. انا بشكرك جدا باشمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمه السوق بالجهاز الرقمي لتنظيم الاتصالات NTRA. فعلا الابلكيشن ده مهم.